السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي، تم لي سبكم الله. تسمعون الله؟ سمع الله؟ سمع الله؟ بس كي سمع الله؟ السلام عليكم. بس كم الكتابوني سمع الله؟ هذا حدا صحف لي. وعليكم السلام لكم. اوكي، يسمع الله مالتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسمع الله. اسكي حدا حدا هبوني معلش عشان دمزي. يا يسمع الله مش امان موسى يسمع الله لك. اوكي طيب، معلش اسف تقاريته لانه بطريقة ودي مثلني تي تعشمو. أم انتهينا نيرنا على أساس اتي موضوع لا إله إلا الله محمد رسول الله. كم تزبلنا يوسي اتي قريش مجمر تسلم النخمة تخلو مالتيو. عفوا حجي حايش مثلني قريش اسلم النخمة تخلو مجمر تاسي انساتهم اتي تقاومونهاتهم وحجون مسنجر كدول اللي تخلو يخم بزيئة إن شاء الله تينهاتهم تحستو زنبرسي بي الله سبحانه وتعالى سي بخالق فتاري خمزلو ويدما رب العالمين كمزلو سي أي تقاوم النيرو انتا إذا اتي عبادة نهاتهم اتي تحستو اتينا عبادة زكبر كله اتي نعبنا تحجي رب العالمين كتبل كلها سماي خلقوه مريت خلقوه نزو كل سب خلقوه عبادة نخقبر خلقوه دحريو ما ترشتونا بكالا خيت كاخت قزاء نكالاها ويدما نخالق سب نخالق سب ديو تاقوت ديو ولا تخكلنيا فتاري زي كونك تقزاء نكالاها رب العالمين طبعا اي فتوني زي نقري زي ابانا انت يبهل مالات الشرك يبهل شرك تقبر لها حالي شرك يبهل ندحن نخالق تي بربي اللون دابلكا نبقال اندحر تي تقزاء اللون نبقال تقبرون دحر كونكا شرك يبهل مالات ويكا كليا ربي يلا ندحر تبل كونكا خا كحدا يندحر كونكا خا اي تأمنين مالاتيو اتي اوكي حجينا بموبايل سلس دولو زلو اي كونوني ندحر تخايلو بزي بمسنجر ناب زمت اندحر كونو ويكا اي كتعمن مالاتيو على اي حال انتاي مالاتيو اتي عبادة رب العالمين زدوليو انا رب فتئر نخاليق نديو لكع خمت زخلق أن خاص يرزق أني نسخ لنا جري هبني سلز خونة تيناتي مجزاء أنا نربي إخوان زلو ماتيني الله سبحانه وتعالى سلزي نحنا لا إله إلا الله خم بالكلنا بجكا حادة بحق يكون جزء أزق بأننا الله سبحانه وتعالى تزي كوينو قال يلنينا نحنا أسلمنا لا إله إلا الله يلنيو مخنياتو ربي قال أي بلون سال ساي بلون رام أي بلون نعوز مثل كأي لا مخنياتو نعوز مثل قالون دحريلنا فتقاريلون دحريلنا مس رب خوا دادر اللو مالتيو رب خا شريك يبلونيو قال أي كلوي كإلنيو زخلو زخلق قويتا سبحانه وتعالى كما يجيرو قال أي اللو سال ساي اللو لنا يعني أبقمت كنوتن خير يعني ندحر ربسي زخلو زخلق قويتاس قال أي اللو مسؤو نعوز مثل اللو والشريك اللو ندحر نبل قوينا إتي مواصفات ويدما إتينا يقولوه هي ناي رب العالمين عزيم زقبرو يعني رب العالمين ما تعبنا درس لزخوني مسؤو خوا دادر نعوز خل يلن مالتي كأك خونا يكلني فتسمو أبت عقيدة الإسلام يلن سلزي رب العالمين انتايلو حتى نحنا كمسلمين مالتي لا إله إلا الله مش نبلينا لا إله إلا الله ندابلنا دحر شرك خالق بقو غيرنا أبون غيرنا مالتيو أي قبلنا ني ربي مشرك زخوني جهنم يزعدو ولا أسلامين دبل دحر مشرك كاف تسلمنا زوطون دحر كولو طبعا شرك خبال كولو درجاتا تالو مالتيو كومبليت لي كاف تسلمنا زوطا كالو أنا اشتي شرك زبهال اللو عبنت نفاق عبنت حدا منافق خون منافق مالتاي مالتيو كل تقز زلو وعال كل تقز معال كل تملحس نفتن نفتن زبات عطا حساوي منافق منافق مالت هيكلار يبهال بسويدن قنقا مرقز زي بلو مالت وشتو خالق بدقيو خالق ازي ربي تصلقو ايو حجينا عبنت كومون دحر كوينو كبزح نقولون داو
ولا بتي الدين عند أمن المنافق عند حر كوينو دا وسخ عند وسخ عند حر كوينو نفتع عبي نفاق عند حر آتيو نفتع عبي شرك عند حر آتيو زي كابت الدين يوتس مالتيو كابت الدين كومبليتلي يوتس مشرك يبهال مالتيو قالو حد حد أنا إشتي نجر كأخ كابت ميل لازم يوتس مالتيو طبعا زي أب عقيدة كله تقمي تقول له مالتيو سلازي نحن أنا أبنت إتي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله زيو تي لا إله إلا الله زبلو تهكل مالتيو زبلو مالتيو نعبنت بزعمة لا إله إلا الله قلت سخلون تايلوم مالتيو العلماء تايلوم سئل الشيخ عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله معنى ترجم لا إله إلا الله تايلوم مالتيو اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام زيادة تفلالي بزعبها كفر بزعبها سلمنا تفلالي لا إله إلا الله نعوي خا حجي نحنا لا إله إلا الله نبي ندحر كوينا بناي كالا عقيدة خنا خبر ندحر كوينا إستات عبتنا عقيدة شقري ما تسألو مالتي زي حابي خابتنا أمنت مخبار كريستماس ديو كالا ديو كالا عينتا ديو حجي أبتي لا إله إلا الله عقيدة يأتو مالتي سلزي الفارق بين الكفر والإسلام أب كفرنا أب إسلام تفلالي يكا لا إله إلا الله يعني. أعمال اللي حرمتنا خاني نحن زي أسلام زفلا لنا صلاتي صلاة زي سجد اللي حرقوا ينحجر الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو يعني الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فهو منهم صلاة زي سجد سب اللي حرقوا ينو أسلام يكبال بتعم خبي دي مالتي طبعا نحن نقول لك نعمل ما ينخلنينا أحكامنا يبعنا خلوة فلا لي أحكام اللي ديو لكن عموما كذا يخلنا نقول أسلام مالت سجد سب تخوينو أسلام ملك زرعي أسلامي كبهال كله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله معناتها كفلت اللوة مالتي الساخة أنتها والإسلام اللي هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إذا حتى بعد إبراهيم عليه السلام كلهم أنبياتات نزي كلمة زي أمتهم لا إله إلا الله زب الكلمة مالتي بجاك رب حد يلم أبتقوا أنتخاء ساتهم أنبياتات نيرو نحن في تمت أرش لازم تخاء لا إله إلا الله محمد رسول الله كوين مالتي محمد رسول الله متأرشتا النبي زدم دم مالتي ناي كلهم أنبياتات زراقاقت ممسا يخون زقلت مالتي سلازي انتايلو مالتي قتيلو وليس المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولون وهم تحت عفوا معلش سبر قبرو لأنه سبي دولا له مالتي انتايلو مالتي ليس المراد بقولها باللسان حجيم لا اله الا الله سي قال بملحس كان ببالطراي ايكونن مالتي انتاي دا ناي قدن بتكبراو خونا لو فان المنافقين يقولونها منافق خماني لا اله الا الله كايبلو نيروميم اب زمن رسول الله عليه وسلم حتى تي ام منافقين سي لا بلو نيروم مالتي مساتهم كباني ومع ذلك السوء لا اله الا الله بملحسهم سلازبولو سي اي طقومو من مالتي مع كونهم يصلون ويتصدقون منافقين مس رسول الله صلى الله عليه وسلم زنبرو افتوانتي مس رسول انده لو لا اله الا الله يبلون يروم يسجدون يروم يقرؤون يروم حفاظ القران يروم منافقين كونهم يحفظ القران يروم يعني مسجد يخدون يروم زي فلطو مالته يكونن سلازي ناقدنا يكونن زي فلط راي يكونن منافق زخون مالتي ويتصدقون يعني مع كونهم يصلون ويتصدقون ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها محبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداتها ومعاداته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه سلازي إتا لا إله إلا الله سي توم قال أت أفتقوانتي سي أبتي رسول الله عليه وسلم زمت أقوانسي نساتهم كماني يبلون يروميهم لا إله إلا الله يبلون يروميهم بملحسهم بعفهم جن بقلبه ما يكون سلازي تسلم الناس دل انتايو يتي قول لا إله إلا الله خبهالن كله بقال تراي زي كونه بملحس تراي زي كونه كاب لب خزنة بعز وات أخونا له تأمن له وتفتوه نقر كخونا له مالتي سلازي نمان نملك زي كونه نتا نفسنا نتا روحنا مالتي سلازي من قال لا إله إلا الله مخلصا يعني بإخلاص كابوشت واتيو زأمن اللو لا إله إلا الله زأمن اللو ندحر كوينو كل نجر زمت أمالتي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابوشت بقلبه يقبله مالتي لمن تاي زأمن اللو نجر سلزقانه كاب قلبوشت ودقي وكل زأمن اللو سلزقانه سلز إسلمنا مالت تراي مخدانا يكونن تراي بقلب خاطر تراي غير كايو أي كونني كل تتحزي باكيتي كم كباكيت تقبله
كومو مالتي سلازي اتقل لزريو زقر رب العالمين توشت انا سلازو خوني يعني الا من اتى الله بقلب سليم له يوم القيامة.